السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم علي من قناة انفينيت جيم، واليوم رجعنا لكم بلعبة فيجا ذا لونج سنايت. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بكلام ونبدأ نلعب. طيب يا جماعة الخير، اليوم راح نلعب في هذه المنطقة، اسم المنطقة ويستد تاون يا جماعة. فاللي ما شاف فيديو السابق نحن تقاتلنا مع الزعيم، بعد ما قتلنا الزعيم وصلنا في هذا المنطقة اللي هو ويستد تاون يا اخوان. فاليوم راح نلعب في هذا المنطقة. قبل ما نتحرك خلينا نشوف هذا المكان اذا في شيء. في بعض الاحيان يخلون لك ايش يسموه هذا الشيست اللي هو المندوس يا اخوان. فتعاني حبيبي، واذا لاحظتوا انا غيرت السلاح، حصلت سلاح جديد يا اخوان، غيرت السلاح. قاعد استخدم هذا البليد يا اخوان، هو ممتاز، هو ممتاز يعني الدمج ماله ما نفس الدمج السلاح السابق، ولكن اللي فنان فيه انه سريع، فانا احب السلاح السريع يا اخوان، ما احب سلاح بطيء. شوف كيف كما تلاحظوا، شوف كيف سريع السلاح، سريع ولكن الدمج ماله مش يعني مش عالي، ولكن ممتاز يعني عجبني السلاح. ويحتاج له ايش يسموه ذا، يحتاج له تطوير يا اخوان، اذا طورت السلاح بيكون قوي. فانت من اسمكم يا فيران، ايش قاعدين تسوي وحدكم هنا؟ ابلع ابلع. اتوقع في شيء هنا اخوي يا اخوان. ايوه، لا 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 يا حبيبي، شيء جن هنا، شيء جن يشوت، بعد يشوت يعرف يشوت. لا 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 لحظه لحظه لحظه، هلب هلب لحظه، غير سلاح، هل دمج ماله اعلى؟ تعال تعال تعال، مات؟ شكله مات يا اخوان. هذا ايش، ليش كان يعني يحمي هذا الشيء؟ هل في شيء هنا؟ تقاتلنا مع هذا الزباله بسبب هذا الشيء يعني؟ اوكي ما مشكله، خلوني اطلع. ايه ما اقدر اطلع يا اخوان. اها اوكي زين، خلونا نطلع من هذا المكان بسرعه بعد، خلونا نطلع من هنا بسرعه. انت كيف رجعت؟ هذا ليش رجعوا؟ انا ما صرت سيف. احنا صح ما كملنا، ما رحنا هنا صح؟ ما رحنا هنا. لحظة مشكلة، شوف ذا السلاح يا اخوان، هو يعني دمج ماله عالي، مشكلته ويش؟ كما قلت لكم انه بطيء، ولكن دمج ماله عالي، ولكن مشكلته بطيء جدا. فأنا ما أفضل الأسلحة البطيئة. لحظات خلونا أغير سلاح. أوكي تعال، وين سلاح؟ أيوه. اما هذا سريع لكن بطيء يعني، ولكن بطيء، ولكن اسمه ذاك يعني الدمج ماله ضعيف. انت ترك ملقتنا بالسهم مالك، ابلع. شوف هذا السلاح ما يعطي يعني العدو، ما يعطي فرصه، ما يعطي فرصه لانه سريع، فهذا يعني مفيد. اوكي انا شيء قني يا اخوان، واضح جدا انه في قني. تعال يا زباله تعال، هذا ظل ولا ايش يعني؟ هذا ظل؟ مكرش الغم بعد مكرش. يا الخفاش لا تورمهن، لا تورمهن، اطلع منه. انا احد قاعد اتضارب مع هذا الزباله هذا. والغم يا اخي ما اسمه ذاك، الهيلث ماله عالي، هذا هذا الظل. زين جاء واحد ثاني، جاء سمك. ابلع 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 ابلع. ايوه كذا. اوكي تلفلنا يا اخوان، لحظه خلينا نطور السلاح. وش استخدم هذا؟ وش مكتوب؟ اوكي hitting the target deals extra one damage. خلونا نقرب هذا نشوف كيف اموره. confirm. انزين خلينا نروح هنا فوق، اتوقع في شيء يا اخوان، لكن كيف بتروح فوق؟ ما اقدر اروح فوق انا. لا ما تروم، ما يصير، ما مشكلة بنرجع لما نقدر بنرجع. اتوقع الحين ما تقدر تروح فوق، لازم يكون عندك ميزة معينة. ابلع. ايوه هذا السلاح فتاك يا اخوان، والله فتاك، بس يحتاج له تعديل شوية، بطوره كذاك وبعدين بيكون مرة فتاك، ولكن في وقت الحالي يمشي الحال، يمشي الحال، يمشي الحال يا حبيبي، يمشي وتلحف. خذ عني خذ.
هذا الزبالة. تعب تعب بيقتلني قتلني يا الله. ما مشكلة اخوان بيرجعون فوق، فانا اصلا كنت باغي اروح فوق. هذا عذر قوي جدا، هذا اصلا كنت باغي اروح هنا، كنت باغي ارجع يعني فوق. فنو بروبليما يا زبالة يا زبالة. شوي 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 لا قص تضرب انا وحدي. 1 في 1 يا حبيبي 1 في 1. لحظة انا عندي شيء حالكم. ابلع ابلع كيف ما تعوروا. سلامات كيف ما تعورت يا حبيبي. ايش هذا الشلخ؟ ما مشكلة هذا قاسي على الاقل من ساعة موليتوف. تراكم الصخطة يا حبيبي الصخطة. ابلع زين ابلع. القنبلة ليش ما شغال يا اخوان؟ ما يتعوروا بالقنبلة كيف كذاك. عقحل اسمه ذاك حزميلة صعني غبي. هذا ويش meaning requirements please contact foreman Edward to apply. اوكي يحتاجين هذيلا موظفين اخوان. اذا بقى حد يقدم على الشغل محتاجين. ترى تعال تعال ايوه كذا هذا السلاح هذا اللي كنت ادوره. فهذا اللعبة انا كنت ادور هذا السلاح، نفس لعبة مورشل هذاك السلاح اللي استخدمه في المورشل سريع. وهنا شبيه ذاك السلاح اللي استخدمه في المورشل. يعني نفس الطريقة في سرعة. فأنا يعجبني كذاك، يعجبني هذا السلاح. يعجبني هذا السلاح ويعجبني هذا الفار. تعال. تعال. تعال وينك أنت؟ آه راح تجيب أخوانك. باقي السالفة طلع. اوكي بننزل هنا تحت. قبل خلونا ننزل. يا زبال في ظل يا اخي. هذا ما يموت بسهولة مشكلته. انا بروح افاق اتعب مو بسوي؟ بعقل قنبلة كذاك. كيف؟ اي القنبلة ما ينفجر. اسمع انت. تمزح معاي ايش؟ ابلع 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 ايوه كذا ما تخلي ما لحظه بتعب بتعب. شاتني شاتني الزباله. على بال على بالك انا كوره ولكن عرفت كيف ادبك. هذا المساكين هذا الفيران مساكين والله بس كك مخلين مكاك مزينه. بس احيانا يكون في شيء ترى يا اخوان احنا فلازم تتاكدوا قبل ما تروحوا. يا هذيلا متروسين هذيلا الظل. مشكلة عنده هيلث يعني هيلث مالي عالي يا اخوان. لكن بفاقه ما بخليه بعطيه كذا. الله كيف حبيبي دار راسك؟ كيف دار راسك؟ كلمني. يس يا مسمه يا البطمان. صح انه بطمان. بننزل تحت يا اخوان بنكمل تحت. يطلعنا لويست تاون. اوكي ليش نحن وين كنا؟ ها اوكي طلعنا يعني من باب الخلفي. هذا شكله لحظه 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 اسوي هيلث. انزين خلينا نسوي هيلث وتعال. لا تقين انا ما مسوي هيلث. ابلع بقى اتاكد. ايوه طلع شغال شغال ولكن مشكلته ايش؟ لازم تعقل له مره عنده يعني تخليه مره عنده عاله. يا زباله لا هذا لا قست ضب سهم مالك ولا سلاح فتاك يا اخوان. اللي بينزل هذه اللعبه استخدم سلاح اللي وش يسمى السلاح تقريبا ايش؟ خلينا نشوف ايش اسم السلاح. اسم السلاح بروم داجرز. بروم داجرز يا اخوان اللي باغي يستخدم سلاح. وإذا بغيت يعني أسألكم فيديو وين تحصل هذا السلاح اكتبوا لي في التعليقات يا اخوان. انزين وش كنت وش كنت بسوي انا؟ اوكي هذا اللي يقول لك هذا البيت خلاص البيت يعني ما حد فيه منتقلين يا جماعة من هذا البيت. انا ضايع في هذه المنطقة، منطقة كبيرة يا اخوان. ابلع 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 هذا لا تخلي لا تخلي هذا. اذا خليته يا اخوان مشكلتي بتعب 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 بيصفعني.
خلاص صفعني عاد ابلع. اللي فنان في هذا الظل انه بطيء. اوه في تشيست اخوان شيء ظل مندوس. تعال تعال حصلت جولد. لا لا ما جولد حصلت شيء ثاني ما ركزت وش هذاك. لحظات اشوف يا زبالة خلينا قسى باغي اشوف. هذا اللعبة ما في شيء اسمه ستات يا اخوان. حصلت وش ها حصلت الكرسي can be used to wish decorate your room. احلف بس احلف انت بس والله انكم تفوزوا يا اخوان. شفتوا ايش مكتوب؟ اعطوني كرسي قال اعتقد اسمه ذاك يعني ترتب تحطه في غرفتك يعني ذاك الكرسي. اي غرفة انا صار عندي غرفة في اللعبة. صفعني. لا لا خلونا نسوي هلت احسن. هذا نقطة ضعف يا اخوان تسوي لك كذا بس ما يقدر يتحرك ما يقدر يتحرك يا اخوان. موليتوف اوكي اعطونا موليتوف خمس حبات. متشحين كيف كذاك؟ وش سوى فيني ذا؟ لكن حتى انا عارف ايش اسوي فيك. كذا اسوي فيك كذا اسوي فيك. لا الغم تعبت. انا راح افاجئ ذا المرة انا اللي راح افاجئ. عقل قنبلة يا اخوان كيف كذا؟ عقل القنبلة يختفي. بغير لحظة اقل سكين اقرب سكين عبار لانه ظل ولا ايش؟ ما فهمت. اتوقع كذاك لانه هو ظل. لكن انا عاكف ادب هذا الكلب هذا. انزين المكان ما يبشر يا اخوان. زينا في سيف. خلونا نسيف بسرعه بعد. هنا ايش في؟ هنا في شيء؟ ايش في؟ مكتبة ايش هذا؟ اوكي هيلينج بوشن. هذا اللعب ما يعطوك بلاش يعني ما يعطوك هيلث ببلاش يا اخوان. اكيد في شيء بيصير قدام. فيعني لازم اكون مركز. بنزل تحت. راح اتهور وانزل تحت. هيدا مسم يا حبيبي. والله كنت محظوظ طلعت في وقت مناسب طلعت من هذاك البحيرة. انا بروح هنا. ما فاضل هذاك التمساح. هذاك ما اعرف ما اعرف كان تمساح ولا ايش كان قرش. فلودد اريا. نحن وصلنا منطقة ثانية يا اخوان. طلعنا من ويستد تاون. ولكن ما مشكلة. بنشوف ايش في هذه المنطقة. إذا كان منطقة يعني كبيرة بنسحب عليه. هنا إذا تبغى ترجعوا إلى أوكي إذا بترجع إلى الويستد هاوس إذا بترجع ذاك البيت يا اخوان. ولا هذا بيت ثاني. لحظة نشوف. خلونا نتأكد. اتوقع هذا نفس البيت. لا ما نفس البيت صح؟ ما نفس البيت. ما متأكد لان دار راسي بصراحة. لكن ما اتوقع نفس البيت هذا يا اخوان. اطلع منه هلكتني. اوكي بغى اروح فوق. كيف اروح؟ اكيد ما يصير. يا مسمك يا زبالة. وش في تحت؟ لا هذا ما نفس المكان يا اخوان. بنزل تحت وانا متاكد ان في هذاك تمساح انتظرني تو تحت. انا بقي بالعيد. تمام يعني انا يا ساتر. لافني كم كف كذاك وقال يلا روح. صح انك زباله. يعني ما بدخل ذاك البيت مره ثانيه. اوكي ينفع اسمه ذاك نرفع هذا ال هنا يا اخوان ما في شيء شكله انتراكت. اوكي انا ما اقدر اروح فوق صح؟ ما اقدر مستحيل اروح فوق. يا مستحيل هذاك ويش هذاك اللي قاعد يصفع يا هذا وخفاش هذا قسم. اي ابغى اشوف اذا كانش اذا بنقدر يعني. لا ما يصير شكله لازم نرجع ورا يا اخوان. نرجع الى اسمه الى ويستد تاون. طيب يا جماعه الخير
بعد 20 دورة في هذا المكان حصلت المكان واخيرا، عرفت كيف امرها من هذا المنطقة. هنا كان في خشب يا اخوان، فهذا الغبي اللي تشوفوه هذا عقل مولوتوف واحترق ذاك الخشب فقدرت امر. اوكي فخلونا نكمل الحين. انا قص اقول لك ساعه كيف امر، كيف امر انا ما اقدر اقحم فوق يعني فوق ذاك الجدار، جدار من الخشب يا اخوان. هذا قوي يا اخوان، هذا قوي ترى. خلينا بعقل السكاكين. انا اقول لك، انا قلت لك من الفيديو السابق انت ما اسمعك، ما هو لك صح. شرخني بوكس والله. ابلع 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 ايوه كذا كذا اريدك نام زين. هذا ملغنا بالمولوتوف ما ولكن فادنا. لو ما مولوتوف ما كنت ما بقدر امر هنا صح، كنت اقدر امر. تعرف ايش كنت اسوي؟ كنت لازم اسوي هناك عقل قنبله، بس يا عقل قنبله يا عقل مولوتوف. انا ما فكرت فيها، انا ما توقعت ان بيكون كذاك الحركه، يعني لازم تعقل مولوتوف ولا قنبله. انا ما لاحظ بس هو عقل مولوتوف واحترق ذاك الجدار من الخشب. اوكي شيء طريق هنا يا اخوان، هل نروح من هنا؟ وشيء طريق تحت بعد. والله ما عارف وين اروح. في شيء هنا؟ ما في شيء صح؟ يمكن هنا هذا الصوب. لا خلونا نتاكد قبل ما ننزل يا اخوان، لازم نتاكد. اها في شيء ولكن احس اني بموت. في اكثر عن تشيست يا اخوان، لكن اتوقع اني بموت يا اخوان. شليتهم والله، شليتهم كلهم صح. اللي فنان فيه انه هذول بطيئين يعني تقدر تشرع عنهم بسهوله. اوكي خلونا نروح فوق، اتوقع ما في شيء هنا تحت. خلاص نظفناه تحت، الحين خلونا نروح فوق هنا، نروح هذه المنطقه هنا. ليتس جو. هاند اوف جلوري ليمستون. ناقص نزل لك كذا كم مره اقول لك انا، لا تنزل لي كذا. ابلع ابلع. لا 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 يا حبيبي لا، هدي 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 هدي. دقي انت واخوك ما ينفع كذا يا اخوان. ما بقى لي، انا بشرد عنهم، ما بقى لي هيلث، عندي هيلينج بوشن واحد بس. وذيس از نوت جود. والغم ما حصلنا ذاك اسمه، ما حصلنا البومه اللي حال سيفينج. يا ساتر شو كيف متجمعين. لا 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 لازم اشرد، انا بشرد يا اخوان. محتاج اسمه، محتاج السيف. اوكي في اشكال جديده يا اخوان، في خفاش متطور، في خفاش متطور يا جماعه. انا وين اروح يا اخوان؟ الف اسم ذاك، الف خفاش هناك. لا 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 لا, لا يا زريبه، اذا مت يا اخوان برجع، يعني تخيل ارجع من ذاك المنطقه. حصلنا حصلنا حصلنا. واخيرا اوف حصلنا يا جماعه الخير. طيب يا جماعة الخير راح ننهي الفيديو في هذا المكان، وفي الفيديو القادم راح نكمل من هذا المنطقة. ولا تنسوا تدعمونا باللايك والشير. كان معكم عادل من قناة تنفين جيمنج، وانتقانا في الفيديو القادم. سلام.